بسم الله الرحمن الرحيم الله والحمد لله يا الله سبحان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم تقدم الحديث في حكم ترك جميع المحتملات في مساله الوجوب إذا علمنا بأنه هناك واجب في الواقع والطرف الآخر ليس بحرام في نفسه وأنه لا ندري هل هو هذا أو هذا طرفان أو ثلاثة أطراف لا يفرق إما صلاة الظهر واجبة وإما صلاة الجمعة واجبة في ظهر الجمعة يعني في وقت الظهر من يوم الجمعة البرح المصنف قال انه لا يجوز المخالفه القطعيه، يعني لا يجوز تركهما معا. الان الكلام في انه هل يجب الاحتياط؟ هل مع امكان الاحتياط طبعا لان هنا الاحتياط ممكن عاده في مساله دوران الامر بين الواجب والحرام يكون غير ممكن الاحتياط، لان الفعل اما واجب واما محرم، اما هنا فالحاله الطبيعيه انه يمكن الاتيان بكلا المحتملين او بجميع المحتملات فهل يجب ذلك او لا وانما يكتفى بالموافقه الاحتماليه يعني ياتي بطرف واحد فقط المخالفه القطعيه مو جائزه اما انه الموافقه القطعيه يعني ياتي بجميع المحتملات حتى يقطع بانه قد جاء بالواجب هل تجب هذه الموافقه القطعيه او لا يأتي بواحد فقط نظر المرحوم المصنف انه نعم يجب الاحتياط تجب الموافقه القطعيه يجب الاتيان بجميع الافراد المحتمله حتى يتيقن من انه قد ادى الواجب الذي بعهدته المرحوم المصنف يثبت ان هذا الواجب قد ثبت بعهده المكلف وان كان لا يعلم اي واحد هو بالخصوص ولكن بالنتيجه يعلم انه اما هذا واما هذا وهذا المقدار من العلم كاف في اثبات التكليف والوجوب في العهده فيجب الخروج عن هذه العهده ولو بالاحتياط ان شاء الله اقرا العبارات وبالاثناء اشرح ما يحتاج الى الشرح قال رحمه الله واما الثاني يعني الموافقه القطعيه المخالفه القطعيه انتهينا منها، لا يجوز تركهما معا. اما انه الموافقه كيف؟ هل يجب الاحتياط والاتيان بجميع الاطراف؟ ففيه قولان، قول يقول نعم يجب الموافقه القطعيه يعني الاحتياط، وقول يقول لا يكتفي بطرف ويؤدي فيه ما عليه، هو لا يدري هل عليه قصر او تمام. فيؤدي واحده اقواهما الوجوب يعني وجوب الموافقه القطعيه يعني وجوب الاحتياط يعني الاتيان بجميع الاطراف المحتمله ما هو دليلك شيخنا قال لوجود المقتضي وعدم المانع المقتضي هو الحكم الشرعي هذا الحكم الشرعي هذا الامر من المولى قد وصل الى العبد بمعنى من المعاني وصل يعني انا اعلم بان احدهما واجب وهذا المقدار من الوصول كاف لتحريك العبد وهو مقدار كاف من البيان ومع تركه يستحق العقاب اذا المقتضي موجود ولا مانع لا مانع من العقل ولا مانع من الشرع اما الاول اللي هو المقتضي هل هناك محرك للمكلف لكي يؤدي هذا التكليف او لا اما الاول وهو المقتضي فلان وجوب الامر المردد ثابت في الواقع يعني نحن نعلم بان احدهما واجب يعني اعلم بان علي واجب اعلم اني مكلف غايه الامر اني مكلف اما بهذا او بهذا فأنا أعلم بالتكليف ثابت في الواقع والأمر به على وجه يعم الجاهل والعالم أو العالم والجاهل صادر عن الشارع أعلم بأن المولى قد أمر بالصلاة ونحن عندنا قاعدة تقول باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل كل المكلفين يجب عليهم الصلاة مثلا، كل المكلفين المستطيعين يجب عليهم الحج. كل المكلفين بضمن شرائط معينة يجب عليهم الصيام. فإذا التكاليف الشرعية غير مشروطة بالعلم بها، وهذا مبحث يذكر في أكثر من مكان أنه هل يمكن تقييد الأحكام بالعالم بها أو لا يمكن تقييد الأحكام بالعالم بها المرحوم المصنف يقول لا يمكن تقييد الأحكام بالعالم بها لا يقال أنه من علم بالوجوب عليه صار واجبا هذا يلزم الدور لأنه متى يصير واجبا إذا علم به طيب متى يعلم به إذا تحقق الوجوب حتى يعلم به طيب متى يتحقق الوجوب إذا علم هذا يلزم الدور الصريح وبالتالي لا يعقل اختصاص الأحكام بالعالمين بها، هذا غير معقول، إذا الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل إذا سواء أنا علمت تفصيلا بصلاة القصر مثلا أو ما علمت تفصيلا فهي في حقي والأمر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر عن الشارع بحسب الفرض، أنا أعلم بالصدور اعلم بانه المولى امر بشيء غايه الامر انه اما القصر واما التمام وهذا الامر والامر به على وجه كذا وكذا واصل الى من علم به تفصيلا طبعا في بدايه التشريع هناك من علم به هذا التكليف تفصيلا انا غايه الامر اني انا اجهل بهذا اما انه كل المسلمين من البدايه يجهلون ليس كذلك، ما عندنا تكليف يجهله كل المسلمين من اول يوم نزل فيه التشريع، ليس كذلك. علم به من علم وجهل به من جهل، وبالتالي هناك تشريع واقعي قد صدر قطعا اعلم به وهناك من يعلم به تفصيلا انا اعلم به اجمالا. واصل إلى من علم به تفصيلا ثم قال إذ ليس إذن المقتضي موجود كيف شيخنا المقتضي موجود؟ يقول هذا هو المقتضي إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصا بالعالم بها وإنما الأوامر الواقعية تشمل العالم والجاهل بلا فرقين وإلا لو كانت الاحكام مختصة بالعالمين بها لزم الدور يلزم الدور الصريح لانه متى تكون واجبه؟ اذا علم بها متى يعلم بها؟ اذا وجبت وهذا غير معقول فاذا ثبت ان الاحكام مشتركه بين العالم بها والجاهل بها وانا جاهل بها تفصيلا ولكن عالم بها اجمالا فالجهل التفصيلي لا يمنع عن كوني مكلفا إذا قطعا أنا مكلف إما بالقصر أو بالتمام كما ذكره العلامة رحمه الله في كتاب التحرير لأن العلم بالوجوب موقوف على الوجوب هذا بين الدور فكيف يتوقف الوجوب على العلم بالوجوب هذا غير ممكن إذا الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل وأعلم بصدور الحكم إذا اعلم بتكليف متوجه الي وان كنت جاهلا به تفصيلا ما اعلم هل هو القصر او التمام ولكن اعلم بوجود هذا التكليف فكيف اخرج عن عهدته؟ هذا صار مقتضي صرت مكلفا فثبت المقتضي طيب واما المانع ما الذي يمنع من محركيه هذا الوجوب انه في عهدتي وانه يلزمني الخروج عنه وان هذا المقدار من الكشف الاجمالي يعتبر بيانا وانه يلزم على العبد امتثاله وطاعته والخروج عن عهدته هذا مقتضي المانع ما هو؟ المانع اما عقلي واما نقلي المرحوم المصنف يقول ليس هناك مانع لا من العقل ولا من النقل حصه اليوم ان شاء الله فقط نفي المانع العقلي المحتمل ان شاء الله الحصه القادمه بيان المانع النقلي قال رحمه الله واما المانع فلان المتصور منه ليس الا الجهل التفصيلي الجهل التفصيلي في مقابل العلم التفصيلي انا عالم تفصيلا يعني اعلم بانه يجب عليه صلاه الظهر جاهل تفصيلا يعني لست عالما بالتفاصيل هذا يسبب جهل تفصيل وإنما عالم إجمالي وأما المانع فلأن المتصور منه ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب وهو غير مانع لا عقلا ولا نقلا أما العاقل العقل من أي جهة يمنع مثلا قبح العقاب بلا بيان المصنف يقول هذا المقدار من البيان كافٍ أن هذا غير محرك، لا هذا المقدار محرك. أما العقل فلأن حكمه بالعذر متى يكون هذا المكلف معذورا؟ إذا جهل تماما وجهله طبعا لا يكون عن تقصير هذا يكون معذور. أما العقل فلأن حكمه بالعذر لأي سبب كان لماذا أكون معذورا؟ ما الذي يجعلني معذورا؟ إذا كنت أنا أعلم بالحكم إجمالا، غاية الأمر أجهل تفصيلا، ولكن العلم الإجمالي موجود. ما المشكلة هنا؟ ما المانع هنا؟ قد يقال قد يقال بأن هذا الأمر المجهول غير قابل للامتثال. غير قابل للتحقق. لا يمكن أن أوجده. اضرب مثال شخص في مخيلته بيت معين شكل معين للبيت من جهه الحجم من جهه المساحه من جهه اللون من جهه الخريطه من جهه المكان من جهه ادوات البناء مواد البناء هو عنده في في ذهنه شيء ويامرني ان ابني البيت على طبق ما هو في ذهنه من دون ان يبينه لي هل يمكنني الامتثال؟ الجواب كلا لا يمكنني الامتثال هذا المقدار من الجهل يمنع عن الامتثال فيقبح العقاب او يريد ثيابا معينه بحسب نظره هو من جهه الشكل ومن جهه الجنس ومن جهه اللون ولا يبين لي ثم يامرني بخياطه هذه الثياب خيط لي ثوبا كما هو في ذهني هنا هذا المقدار من الجهل مع اني اعلم اجمالا باني مكلف بثوب معين او ببيت معين ولكن هذا المقدار من الجهل يمنع عن الامتثال فيقبح العقاب المرح المصنف يقول ما نحن فيه ليس كذلك ليس هناك مانع من الامتثال لأنه يمكن أن آتي بالصلاة القصر ثم صلاة التمام آتي بصلاة الجمعة ثم صلاة الظهر فإذا الامتثال غير ممتنع ليس مثل مثال البيت ومثال الثوب أما العقل فلأن حكمه بالعذر إن كان من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع أحيانا الجهل يؤدي إلى العجز أكتب لولدي رسالة بما في قلبي من معاني كيف أكتب رسالة بما في قلبه؟ لا أدري ماذا يدور في في قلبه وفي عقله فهنا مستوى من الجهل يمنع عن الامتثال ما نحن فيه ليس كذلك يقول ان كان من جهه عجز الجاهل عن الاتيان بالواقع حتى يرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المامور به المامور به يجب ان يكون بشكل معين كيف انه البيت بشكل معين بلون معين بخريطه معينه بمساحه معينه بمواد بناء معينه هذه كلها من شرائط المامور به عندما اجهلها يمتنع اتيان المامور به ان كان من هذا القبيل فلا فلا استقلال للعقل بذلك كيف لماذا شيخنا يقول ما نحن فيه ليس مثل كتابه الرساله ولا مثل خياطه الثوب ولا مثل بناء البيت اللي يكون المامور به فيه مواصفات خاصه يجهلها المكلف فلا يستطيع الامتثال ما نحن فيه يمكن الامتثال اما قصرا واما تماما فلا استقلال للعقل بذلك كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجمله، بالمجمل في الجمله، بالمجمل التكليف بالمجمل ممكن كيف؟ يقول له مثلا ائتني بماء للشرب هنا مجمل يعني لا ادري هل يريد الماء شديد البروده او متوسط البروده على سبيل المثال ولكن يمكن الاحتياط مع انه مجمل هذا يكون مجملا جواز التكليف بالمجمل ائتني بماء بارد بارد باي درجه من البروده مجمل هذا تكليف بالمجمل يجوز التكليف به في الجمله يعني احيانا احيانا يجوز هذا التكليف متى اذا استطاع المكلف الاحتياط يمكن في بعض الموارد غير ممتنع نعم في بعض الموارد ممتنع مثل مثال الرساله ومثال خياطه الثوب ومثال بناء البيت. يكون الامر بالمجملي ممتنعا ولكن احيانا لا يكون كذلك. ليس كلما كان الامر مجملا كان ممتنعا. يعني احيانا تكون التفاصيل المجهوله بحيث تمنع عن الاتيان بالمامور به لانه لا اعرف كيف هو واحيانا لا ليس كذلك. بحيث يمكن الاتيان بالمامور به وما نحن فيه من هذا القبيل. اذا ليس دائما ليست هذه قاعده مطلقه كلما كان المامور به مجملا امتنع الامر به، لا احيانا يمكن الامر به ولكن في الجمله احيانا يمكن واحيانا لا يمكن. كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل ولكن ليس دائما وانما في الجمله ائتني بماء ممكن آتي بقدحي احدهما شديد البروده والثاني معتدل البروده يصير تكليف بالمجمل ولكن يمكن امتثاله بحيث اتوقف اقول ماذا افعل؟ هذا تكليف بغير المقدور يقول لا امر بسيط تأتي بهما معا كما اعترف به غير واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه كما سيأتي هنا تارة الاجمال بين خطابين وتارة خطاب واحد مجمل سياتي ان شاء الله تفاصيل بحث انه اذا كان الخطاب الواحد مجمل انه هل يجب الاحتياط او لا؟ قد يقال هناك يجب الاحتياط ولكن هنا يقولون لا يجب الاحتياط. المرحوم المصنف يقول لا فرق بين ما نحن فيه اذا كان عندنا خطابان لا ندري ايهما هو المراد الواقعي او كان خطاب واحد مجمل. فتفصيلكم وقولكم فيما سياتي ان شاء الله تعالى في الخطاب الواحد المجمل هناك تقولون بالاحتياط وهنا تقولون بالبراءه مع انكم تعترفون انه هنا يمكن الامتثال هذا في غير محله، هذا التفصيل في غير محله، لان هذا المبحث اللي هو دليلان لا نعلم ايهما هو المطلوب. نفس الضوابط تجري فيه كما تجري فيما سياتي اللي هو الدليل الواحد المجمل، فاذا قلتم بالاحتياط هناك تقولون بالاحتياط هنا لان المنشأه واحد. هذا اذا كان من جهه ان المكلف لا يستطيع امتثال هذا الامر، في فيكون طبعا التكليف به قبيحا، لانه يقبح من المولى الحكيم أن يأمر بتكليف لا يتمكن المكلف من امتثاله، فإن كان هذا هو المانع فهذا غير مانع، لأنه أحيانا في الجملة يمكن التكليف بالمجمل ويمكن الامتثال وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا الشق الأول، وإن كان من جهة كون هذا التكليف غير قابل لتوجه التكليف إليه، هذا الأمر لا يمكن ان يكلف به المولى، لماذا؟ ان يكلف به المولى العبد، لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ اذا كان لا يمكن ان يكلف به يعني تجري البراءة. فاذا جرت البراءة تجري في الاول وكذلك تجري في الثاني، فاذا جرت في الاول وجرت في الثاني يعني تركهما معا، تركهما معا يعني جواز المخالفة القطعية. وهذا باطل وان كان من جهه كونه غير قابل لتوجيه التكليف اليه فهو اشد منعا يعني ممنوع بمرتبه اعلى لماذا لانه قابل وواضح انه يمكن بل واقع ايضا بل لو اجرينا البراءه وقلنا انه انا غير مكلف بهذا وغير مكلف بهذا لزم منه المخالفه القطعيه والا لجاز إهمال المعلوم إجمالا إهماله رأسا. هذا المعلوم إجمالا أهمله من أصله، يعني أهمل هذا الطرف وأهمل هذا الطرف، ماذا تكون النتيجة؟ المخالفة القطعية. أهمله فأقع في المخالفة القطعية بواسطة المخالفة القطعية، وإلا لجاز إهمال المعلوم إجمالا. إهماله رأسا إهمال جميع الأطراف لأنه غير مكلف فماذا يحصل؟ يحصل تحصل المخالفه القطعية إهماله بواسطة المخالفة القطعية وهذا باطلون كأنهم وهذا غير صحيحين هذا مفروض البطلان فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعية إذا كنتم تلتزمون بناء على هذا الفرض وإن كان من جهة كونه غير قابل الذي يدعي هذه الدعوة لا يحق له أن يقول لا تجوز المخالفة القطعية لأن هذه الدعوة نتيجتها جواز المخالفة القطعية فالذي يلتزم بحرمة المخالفة القطعية لا يمكن أن يقول أن هذا الأمر لا يمكن توجيه التكليف إليه أن هذا الشيء لا يمكن توجيهه ولقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات كما هو المشهور بالنسبة للجاهل المقصر يستحق العقاب الجاهل المقصر يستحق العقاب ولكن هناك كلام في أنه يستحق العقاب على ماذا؟ المشهور قالوا يستحق العقاب على العصيان نفسه أنه كان مكلفا بشيء وعصاه فيستحق العقاب عليه لأنه التكليف تام في حقه هو جاهل مقصر هو ما راجع هو ما طالع هو ما بعث عن تكليف فاتفقوا على أنه يستحق العقاب ولكن من أي جهة يستحق العقاب المشهور قالوا بأنه يستحق العقاب على المعصية نُسب القول، هناك كلام أن هناك بعض الأعلام من المتأخرين يذهبون إلى أنه يستحق العقاب ولكن لا من جهة المخالفة وإنما من جهة عدم العلم أبقى نفسه جاهلاً فيعاقب على جهله على تجهيله لنفسه لا انه يعاقب على ما جهل على الامر على التكليف. نحن الان نتكلم على الراي المشهور، الراي المشهور يقول يستحق العقاب على ذلك الامر الذي تركه. طيب مع انه مجهول او ليس بمجهول؟ الجواب نعم مجهول. نعم جاهل مقصر ولكن بالنتيجه مجهول او لا. فاذا كان ما يمكن توجيه التكليف الى الامر المجهول فكيف قلتم بانه يستحق العقاب عليه؟ القول باستحقاق العقاب على ترك التكليف يثبت بان الامر المجهول قابل لتوجه التكليف اليه ولقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات يعاقب على ماذا؟ يعاقب على ترك الواجبات الواقعيه وعلى فعل المحرمات الواقعية كما هو المشهور حيث قالوا باستحقاق العقاب من جهة تركه للواجبات وفعله للمحرمات فكيف يمكن أن يعاقب عليها استحقاق العقاب ألا يعني أنه توجه له التكليف الجواب نعم توجه له التكليف إذا من جهة كونه غير قابل لتوجيه التكليف إذا غير صحيح لأنه قالوا بأنه يستحق العقاب على تركها يستحق العقاب على على المعصية يعني التكليف متوجه ثم قال رحمه الله ودعوى أن مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل هنا قد يقال قد يقال أنه هنا عندنا توجيه نعم الجاهل يستحق العقاب اذا عصى ولكن نلتزم بانه التكليف غير متوجه لهذه الامور المجهوله، نلتزم بكل الامرين ان هذه الامور لا تصلح لان يتوجه الى التكليف لان مجهوله مع ذلك الجاهل يستحق العقاب، كيف ذلك؟ قالوا الجاهل يستحق العقاب لا من جهه المعصيه لهذا الامر ترك الصلاه او شرب الخمر وانما لانه مامور بالعلم مامور برفع الجهل فاذا ما رفع جهله استحق العقاب لانه خالف الامر برفع جهله ودعوى ان مرادهم هكذا ودعوى ان مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل لأنه جهل مقصر يعني يتمكن من رفع جهله ثم الإتيان بالواقع أول مرة في البداية يرفع جهله ثم بعد ذلك يمتثل الواقع. كما هو الحال نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة الإنسان المجنب لا يتمكن من الصلاة لأنه ليس بمتطهر فكيف يؤمر بالصلاة يقولون هو يؤمر برفع الجنابة لكي يوقع الصلاة فهو مأمور برفع المانع مأمور بإزالة ما يمنع من حصول هذا التكلفة مع أنه حال الجنابة ما يمكن أن يقال له صلي باعتبار أنه مجنب لا يمكن أن يصلي يقال له ارفع جنابتك ثم صلي هنا ايضا يقال له ارفع جهلك، فاذا ارتفع جهلك ائت بالواقع، فاذا ما رفع جهله استحق العقاب، لانه لم يرفع جهله، فاذا نلتزم بانه غير قابل لتوجيه التكليف اليه على كونه مجهولا هذا الامر، هذا الفعل، مع ذلك يستحق العقاب، على ماذا يستحق العقاب؟ على عدم رفعه لجهله. ودعوى أن مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل والإتيان بالواقع يعني بعد أن يرفع جهله يأتي بالواقع وهذا نظير تكليف الجنوب بالصلاة حال الجنابة مع أنه ما يمكن أن يأتي بالصلاة وإنما يقال له ارفع جنابتك لا التكليف بإتيانه مع وصف الجهل لا أنه مكلف بهذا الأمر اللي هو صلاة الظهر مثلا او صلاه الجمعه مثلا حال كونه جاهلا لا هو مكلف برفع الجهل فاذا ارتفع جهله كلف بالواقع فلا تنافي بناء على هذا التصوير فلا تنافية بين كون الجهل مانعا اذا الجهل لا يتوجه الى هذا الامر وبين التكليف في حال الجهل اذا عندنا منع عن توجه التكليف ولكن مع ذلك عندنا تكليف كيف عندنا مانع بحيث لأننا نقول أنه حال الجهل لا يعقل التكليف وهذا لا يتحرك وكيف عندنا تكليف وتوجيه واستحقاق عقاب لأنه عندنا تكليف برفع الجهل فإذا عصى استحق العقاب فلا تنافية هذا المدعي يدعي فلا تنافية بين كون الجهل مانعا وبين التكليف في حال الجهل، يمكن وذلك بان يقال له تعلم ارفع جهلك، فاذا ارتفع جهله جاءه تكليف صلي. وانما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل، فيلتزمون بانه لا يكلف مع وصف الجهل. لا يكلف بالصلاه وانما يكلف برفع جهله، لان المفروض فيما نحن فيه عجز عن تحصيل العلم، فكيف يكلف؟ فكيف يكلف؟ ما دام هو عاجز اذا لا يكلف. نعم اذا كان مستطيعا لان المرحوم المصنف اعترض عليهم بالجاهل المقصر. قال انتم تلتزمون انه في الجاهل المقصر يستحق العقاب. والحال انه عندنا جهل فكيف توجه اليه التكليف؟ قالوا فهناك فرق. هذه الدعوه تقول هناك في الجاهل المقصر هناك تكليف ولكن ليس تكليف بصلاه الجمعه وانما تكليف برفع الجهل. فإذا ما رفع جهله استحق العقاب فنلتزم بأنه لا يتوجه إليه الوجوب وجوب الفعل اللي هي الأحكام الواقعية لأنه جاهل مع ذلك يستحق العقاب لأنه لم يرفع جهله فيما نحن فيه لا يستحق العقاب لأنه ما متمكن من رفع جهله فما يرد الإشكال فيصير قياس مع الفارق ما نحن فيه ليس مثل الجاهل المقصر في الجهل المقصر نعم صحيح ولكن فيما نحن نحن فيه لا لانه في الجهل المقصر، انما هو مكلف برفع جهله وهو قادر على ذلك. وفيما نحن فيه ليس قادرا على رفع جهله فلا يكلف، لا يكلف بالشيء الاصلي اللي هو الظهر او الجمعه ولا يكلف برفع جهله لانه عاجز فيجري البراءه، غايه الامر انه يكتفي بالامتثال الاجمالي، يمتثل احدهما تخيراً مثلا. هذه الدعوى ودعوى ان مرادهم كذا مدفوعة. الجواب عنها بالنتيجة هذه ترجع الى انه هذا غير مقدور الامتثال. كل هذا تصويركم يعود الى ان الامر المجهول لا يمكن امتثاله. هذا راح يرجع للامر الاول اللي تقدم انه احيانا يمكن امتثاله وكلامنا فيما يمكن امتثاله. اذا كان مما لا يمكن امتثاله صحيح. مثل مثال بناء البيت وخياطة الثوب وكتابة الرسالة كلامنا ليس في هذا وإنما كلامنا فيما يمكن امتثاله حال كونه معلوما إجمالا مدفوعة برجوعها هذه الدعوة ترجع إلى ما تقدم حينئذ إلى ما تقدم من دعوة كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به لأنه إذا كان جاهلا لا يمكن أن يمتثله كيف يأتي بشيء وهو جاهل له، ارحت كلامكم كله يرجع الى هذا الامر لبه وأسه هو هذا انه لا يمكن للمكلف الإتيان بالأمر المجهول، والجواب عنه انه احيانا يمكن في الجمله يمكن في بعض الموارد يمكن، وكلامنا في خصوص هذه الموارد، هذه الدعوه مدفوعه برجوعها حينئذ الى ما تقدم من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المامور به، نظير الجنابه ما دام هو مجنب لا يستطيع ان يمتثل وقد تقدم بطلانها. تقدم بطلانها بانه الكلام في المامور به حيث قال: كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل ولكن احيانا في الجمله يمكن التكليف بالمجمل حيث يمكن امتثاله اذا ما امكن امتثاله صحيح. اما اذا امكن امتثاله فلماذا تقولون انه التكليف برفع الجهل وهنا الجهل غير مرتفع اذا لا يمكن التكليف فرضنا مع امكان التكليف ثم قال رحمه الله واما النقل هذا ان شاء الله ياتي مع بقاء العمر والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.